الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج العزومه. يومكم سعاده وهنا، ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير، وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. يومكم حلو باذن الله. شفتوا في بدايه الحلقه بعد التتر، لقيتوا فيه عندنا زرعه حلوه جدا. النهارده عندنا الطماطم، والطماطم من الحاجات اللي ما نقدرش نستغنى عنها ابدا في مطبخنا. ندخلها في اكلات كتير جدا، ناكلها نيه، بناكلها عصير ومربى، يعني حلو وحادق، هي شغاله معانا. جاي النهارده اقول لكم انكم تقدروا تزرعوا الطماطم في البيت. انا جايبه دي من البيت، شايفين الجمال بتاع الطماطم؟ خطيره. واحده وقعت مننا اهي. دي الطماطم اللي هي بنقول عليها البلح، شايفين شكلها اللي هو بيبقى بيضاوي شويه اكتر، مسحوبه كده مش مدوره زي البلدي. مين انا؟ كده كويس. بصوا كده الطماطميه خطيره، لسه مقطوفه حالا. عايزه اقول لكم ان الطماطم ليها فوائد كتير جدا جدا، هنستعرضها مع بعض دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى ان الطماطم من الحاجات او من الخضروات، مش عارفه خضروات ولا فاكهه، احترنا فيها بصراحه لانها تمشي الاثنين، غنيه جدا بمضادات الاكسده اللي بتحارب السرطانات، خاصه سرطان الجهاز الهضمي والرئتين. كمان غنية جدا تمام. عندنا الطماطم غنية بالليكوبين، وده من مضادات الأكسدة، وبيبقى متركز أكتر في القشرة اللي هي بيبقى لونها الأحمر دي، أو اللي بتدي اللون الأحمر للطماطم. فعلشان كده هي مفيدة جدا في الصحة العامة للإنسان، بتعزز صحة القلب، وليها فوائد كتير هنستعرضها بس بعد ما نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده، وهناخد كمان اتصالاتكم. النهارده هنشتغل مع بعض بقى في الطماطم، زي ما قلنا كده النجم معانا النهارده، او نجمه الحلقه النهارده هي هتكون الطماطم. الطماطم بيجي لها احيانا بتبقى غاليه جدا، واحيانا تانية بتبقى رخيصه، فعشان كده اطلقوا عليها لقب المجنونه في الاسواق. طالعه نازله باسعارها، اتقال عليها امثله كتير جدا، فمن الحاجات اللي فعلا فعلا ما بيخلاش منها اي بيت ولا اي ثلاجه في اي مكان. تعالوا نشوف بقى هنعمل بيها ايه النهارده. النهارده هنعمل بالطماطم كفته داوود باشا بالفراخ، مش باللحمه، اقتصاديه اكتر. هنعمل كمان معاها النهارده شويه فطاير هايلين جدا جدا بالجبنه والطماطم. وهنعمل سلطه مميزه بالفاصوليا مع الطماطم، يعني حلقه لذيذه جدا. زي ما قلنا كده النجمه فيها هي الطماطم. قبل ما نبدا حلقتنا عايزين نفتكر مع بعض الارقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. ويلا بينا نبدا حلقتنا ونشوف اول وصفاتنا، الا وهي كفته داوود باشا بالفراخ. مقاديرها ايه بقى؟ عندي نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة، نص كيلو من الأوراك المفرومة. هنعمل ميكس كده ما بين الصدور والأوراك علشان ناخد طعم لذيذ وطراوة كده للكفتة، وكمان يبقى فيه نسبة دهون اللي هي بتبقى موجودة في الأوراك أكتر علشان تطري معانا الكفتة وكمان تخلي ليها طعم حلو. هنحتاج لهم بقى بصلة مفرومة ناعم، معلقة كبيرة من البقسماط المطحون، معلقتين كبار من الدقيق، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره توم باودر، ونص معلقه صغيره من البصل الباودر، ورشه قرفه بسيطه، ملح وفلفل اسود. دي كده تتبيله الكفته. اما الصوص بيبقى عباره عن ايه بقى؟ عندي معلقه صغيره من الثوم، كوبايتين من عصير الطماطم، معلقه صغيره من الصلصه، كوبايه ميه سخنه، مكعب مرقه، معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من الزيت، ورشه سكر، وملح وفلفل اسود. ده كده مقادير الصوص. وكده قلنا المقادير، تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض طريقة التحضير. بداية يلا نعمل مع بعض الكفتة. نفس الطريقة بالظبط هي اللي تقدري تعملي بيها كفتة اللحمة، بس احنا النهاردة زي ما قلتلكم هنخليها اقتصادية شوية وهنعملها بالفراخ. تعالوا بينا بقى ناخد ايه؟ هنا صدور وأوراك مفرومين، وطبعا في البيت لو هفرمهم في البيت مش هجيبهم مفرومين مثلا من السوبر ماركت وكده. هنغسل الاوراق كويس جدا، هنغسل الصدور كويس جدا، وننشفهم كويس قوي قوي قوي، ضروري ننشفه كويس وبعدين نفرمهم بعد كده. تمام، تعالوا بينا بقى ننزل الكلام ده كله.
ليه بقول نصفي كويس قوي وننشف كويس قوي قبل الفرم علشان ما تبقاش معايا الكفتة طرية ولينة زيادة عن اللزوم وما اعرفش اتحكم فيها، فلازم تتصفى كويس قبل ما تتفرم الفراخ. هحط البصل بقى والثوم، كمان الكزبرة، وادي رشة بسيطة من القرفة، شوية بقسماط كده عشان لو عندي برضو شوية كده ايه سوائل البقسماط يشدها، البصلاية المفرومة، ملح بقى وفلفل اكيد، يلا بينا نبتدي نفرم كويس او نعجن كويس قوي. هو صعب دلوقتي خالص يا ريهام اهو. يلا بينا نعجن كويس جدا جدا. يبقى احنا حطينا كل التوابل، حطينا شويه بقسماط عشان يشدوا معايا الكفته شويه، تمام، ومن اسباب نجاحها زي ما قلت لكم ان هي تكون الفراخ مغسوله ومتصفيه ومتنشفه قبل الفرم. هايل جدا. نعجن بقى كويس قوي، اولا عشان المكونات تتداخل مع بعض والملح وكل البهارات تبقى كلها في كل الكفته زي بعضها، ما لقيش مثلا حته حادقه حته مش حادقه الكلام ده كله، فيبقى كله كده مظبوط وكمان تشد وتمسك مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اجيب طبق ان شاء الله ان شاء الله نلاقيه، وابتدي اكور الكفته واخد طبق تاني. عندي شويه دقيق هحطهم عشان اعفر بيهم الكفته. تعالوا بينا بقى ايه ناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كور وانزلها في الدقيق. ليه دقيق؟ اولا الدقيق هيدينا لون حلو قوي للكفته، ثانيا كمان مع التحمير هيفضل من الدقيق موجود منه في طاسه التحمير، وبالتالي لما اجي اعمل الصوص ورا الكفته هيبقى مدي قوام كده للكفته للصوص حلو جدا. بنكور كده كله قد بعضه. طاسة على نار بتسخن عشان اول ما نشكل الكفته على طول ناخدها نشوحها في النار ونبدا بقى نشتغل. كده تمام جدا، عملنا الكفته في ثواني، ما اخدتش وقت ولا مجهود خالص. حجم بقى الكفتايه تقدري تصغريه اكتر من كده شويه، تكبريه اكتر براحتك، بس هو كل ما كان صغير يبقى احسن بصراحه. اولا هتفرط معاكي تديكي كده عدد وكم اكبر، بس هي تاخد مننا وقت بس اكتر. حاسه ان انا عايزه اصور دي شويه عشان نظبط دي كده. خلاص الكمية، تعالوا بينا بقى ايه نعفر كده في الدقيق علشان نحط على النار. عايزة اخد حتة زبدة صغيرة، شوية زيت صغيرين علشان ابدأ اشوح بيهم الكفتة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شوية زيت زي ما قلنا، الطاسة لازم تكون سخنة والزيت والزبدة يسخنوا كويس علشان ابتدي احط الكفتة، فتنزل على طول تتحمر وتتشوح، مش تسوية ولكن تشويح. تعالوا بينا ناخد كده جزء من الزبدة
ندحرج كده الكفته في الدقيق وننزل في خليط الزبده والزيت. زي ما قلت لكم بقى الدقيق اللي بنغلب بيه الكفته ده هيساعد ان الصوص الاحمر اللي احنا هنعمله بعد كده يتقل كده ويبقى معايا له قوام حلو قوي. ونقلب بقى اللي اتحمر بالشكل ده، احنا عايزينها كلها متحمره كده. تمام، يلا بينا هنحمر الكفته من جميع الاتجاهات ونحمر كل الكميه بقى اللي متوفره عندنا. ايه رايكم نطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم بعد ما نكون حمرنا الكفته عشان نشوف هنعمل فيها ايه بعد التحمير؟ اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض تحمير كفتة داوود باشا بالفراخ. كنا عملنا شوية صغيرين من المقدار وكملنا في الفاصل وبحمرهم اهو كلهم. وزي ما قلنا لازم تعفيرة البطاطس الدقيق في الكفتة علشان تدينا لون حلو للكفتة وكمان قوام مميز للصوص. نكمل تحمير. عايزين كله يبقى لونه ذهبي كده حلو. كده الكفته ما استوتش، الكفته كده دخلت في السوى يعني نص سوى مثلا. تستوي امتى؟ تكمل تسويتها بقى مع الصوص الاحمر اللي احنا هنعمله بالطماطم النهارده، وده ما يميز كفته داوود باشا. بس طبعا كلنا عارفين ان كفته داوود باشا بتتعمل باللحمه، احنا النهارده عاملينها بالفراخ، طعمها بقى حلو قوي وكمان الى حد ما موفره اكتر من اللحمه طبعا. اهم حاجه نخلي بالنا مش عايزينها تتحرق ومش عايزينها بيضه. ده احنا حمرناها. طيب بتيجي أسئلة عديدة، هل كفتة داوود باشا بتتعمل بالبصل ولا بالثوم؟ بتتعمل بالثوم، الصوص بتاعها بيتعمل بالثوم. ليه؟ لأننا احنا بالفعل حاطين بصل جوه الكفتة، فبزيادة البصل اللي داخل في الكفتة نفسه، فالصوص نفسه بيتعمل بقى بإيه؟ بالثوم. فخلاص كده حمرنا الكفتة، نروح بقى نجيب إيه؟ الثوم علشان نبدأ نشتغل. هايل. طيب حد يقول لي نقدر نحط الكفته على طول بعد ما نكورها في الصلصه؟ لازمه التحمير ايه؟ لازمه التحمير
ان هو بيدي لون حلو للكفته، الكفته نفسها بيبقى لونها متحمر حتى بعد ما تنزل في الصوص. تاني حاجه واهم حاجه ان هي بتحافظ خلاص على القوام بتاعها، بقت متماسكه بالشكل ده اللي هو مش هتفك مني، واعرف اقلبها في الصوص كويس من غير ما تتبهدل. فضروري طبعا التحمير سواء كفته لحمه او فراخ. زي الفل، خلصنا حمرنا في نفس المكان. هروح اجيب الثوم. الثوم اهو، بما ان الزبده قلت فهحط قطعه وانزل الثوم وابتدي احط الثوم علشان نحمره ونديله تشويحه. مش عايزاه يغمق، مش عايزاه يبقى لونه بني، يا دوبك كده اهو بدا يبقى لونه ذهبي. على طول ننزل بالصوص اللي هو عصير الطماطم. سامعاكي انا سامعاكي. في الاحوال اللي زي دي طبعا الصينيه او الطاسه اللي انا شغاله فيها سخنه جدا جدا وحطيت الطماطم فبدات تمطر، فالافضل يكون جنبي الغطا كده علشان ايه نحافظ على الدنيا ما تتبهدلش زي ما احنا بهدلنا كده. ننزل بقى الصلصه. جدا كمان خلاص الطماطم احنا كنا مسبكينها، فهحط لها شويه ميه مغليه عشان اعرف بقى اسوي فيها الكفته. تمام، يبقى لو انا عصره طماطم هي مش هتطرطش كده. تمام، الطماطم بقى فيها نسبه ميه فمش هتطرطش الطرطشه دي، هي دي نزلت طرطشه الطماطم بالشكل ده علشان هي متسبكه. انا عايزه الغي الايرور ده. لا لا لا، مفيش حاجه قاعده على اي حاجه، خلاص ظبط. فالطماطم المعصوره هتنزل مش تعمل الكلام ده كله، بس برضو لازم يكون معانا الغطا، نحط الطماطم ونغطي عشان ما نبهدلش الدنيا بالشكل ده. وبعد كده بعد ما الطماطم تتسبك كويس جدا هبتدي احط ميه حوالي كده ايه نص لتر من الميه علشان تعمل لي صوص خفيف بالشكل ده، اقدر ان انا احط فيه الكفته وتبدا الكفته ان هي تستوي وتكمل تسويتها. مع الطماطم مع الميه هحط بقى رشه من السكر عشان حموضه الطماطم، احط كمان مكعب من المرقه، احط ملح وفلفل على قد الصوص علشان انا متبله الكفته. وادي الملح الفلفل. تمام، غلي الكلام ده كله مع بعضه هايل. ننزل بقى بالكفته اللي اتحمرت علشان تكمل التسويه بتاعتها، ولا اسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واي صوص بقى نازل منها ينزل معاها بس كده هايل. ونسيب بقى الكفته على نار هاديه علشان تتسبك وتستوي، وناخد بقى صوص مميز شارب من طعم الكفته او الفراخ، وتقيل ومميز جدا. الكفته دي من الحاجات اللي نقدمها جنب حاجات كتيره جدا، يعني ممكن اسلق مكرونه، اسلق مكرونه بس واحط لها الكفته بالصوص، يبقى خلاص كده المكرونه بقت بالكفته والريد صوص. ممكن نعمل رز بشعريه، ممكن نعمل رز ابيض، فليكم مطلق الحريه تقدموا جنب داوود باشا ايه، فليه في اختيارات متعدده. عايزين نتكلم تاني عن الطماطم بقى، جات لي معلومات اهو عشان ايه نشوف مع بعض. وفقا لجمعيه السكري الامريكيه اللي هي بتعتني بمرضى السكر، قالوا ان هي تعد الطماطم جزءا مهما من النظام الغذائي لمرضى السكر، لانها غنيه بالحديد وفيتامين ج وفيتامين ه، مما يساعد في تخفيف اعراض مرض السكري. ربنا يعافينا جميعا يا رب، يشفي كل مريض. كما وجد ان اللايكوبين الموجود في الطماطم الى جانب المركبات الاخرى بيساعد كمان في تقليل تاثير الاجهاد التاكسدي لمرضى السكري. وتعد الطماطم مصدر عالي للالياف الغذائيه اللي بتساعد على تنظيم امتصاص السكر في الدم، فكل دي فوائد لمرضى السكر ربنا يعافيهم يا رب. كمان الطماطم بتعزز صحه القلب، بتساعد الطماطم في تحسين صحه القلب والشرايين، وذلك بسبب احتوائها على
مضادات الاكسده القويه واللي بتحارب الجذور الحره، غناها بالالياف الغذائيه اللي بتساعد على نزول مستوى الكوليسترول السيء في الجسم وزياده معدل الكوليسترول الجيد. يعني هي بتساهم في نزول مستوى الكوليسترول السيء الغير مرغوب فيه وبتعلي من الكوليسترول الجيد. ده بيخلي الطماطم ليها دور كبير في مواجهه الجلطات والسكتات القلبيه والدماغيه عافانا وعافاكم الله، والمحافظه على ضغط الدم وصحه القلب والشرايين. خساره الوزن، يا سلام. الطماطم كمان بتدخل ضمن وجبات الغذاء اليومي لو حد عايز يعمل نظام، يعني لانها بتساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بدون إضافة سعرات حرارية عالية أو دهون. طبعا هي ما بتحتويش على سعرات حرارية عالية ولا دهون، وبالتالي فيها ألياف كتيرة بتشبع فبتملى المعدة، عشان كده بتدخل في بعض الأنظمة الغذائية للدايت. وتعد عالية الألياف، طبعا فيها ألياف زي ما قلنا ومية وقليلة السعرات، وبهذا تكون غذاء أمثل في حميات نزول الوزن. كمان بتقاوم التجاعيد والشيخوخة. ووجد ان لمضادات الاكسده القويه اللي موجوده في الطماطم وهو الليكوبين العديد من الفوائد، منها ان هو بيحافظ على البشره وبيحميها من اشعه الشمس الضاره، وبيمنحها كمان الترطيب اللازم لما في او لما تحتويه الطماطم من ميه كتير. بيحارب كمان الجذور الحره مما يجعله يلعب دور كبير جدا في مقاومه علامات الشيخوخه ومنها التجاعيد. مفيدة جدا للحوامل. فيتامين جيم هو أحد أهم العناصر الغذائية اللي بتحتاجها أي امرأة حامل عشان تحافظ على صحتها وصحة الجنين، وكمان بتحافظ على أو بتساعد على تكوين العظام والأسنان واللثة بشكل صحي. بيساعد كمان فيتامين جيم إن يبقى فيه امتصاص سليم للحديد. طبعا كلنا عارفين إن احنا لما بناكل حاجة فيها حديد لازم يكون معاها مصدر لفيتامين سي أو فيتامين جيم زي ما بنقول، علشان يساعد على امتصاص الجسم للحديد، وده اللي موجود في الطماطم. نظرا كمان لاحتوائها على مضادات الأكسدة القوية فإنها بتساعد على محاربة زي ما قلنا الجذور الحرة والسموم في الجسم. بتقي كمان من هشاشة العظام. احتواء الطماطم على الكالسيوم والفسفور وفيتامين كاف وفيتامين جيم له دور كبير جدا في المحافظة على سلامة العظام وقوتها ونموها وتجديد خلاياها بشكل كويس ومظبوط. من هذا المنطلق ياتي بقى دور الطماطم في الوقايه من هشاشه العظام، وبتقي كمان من الامساك وبتسهل عمل الامعاء وبتسهل بتيسر الهضم، وبتقي من زي ما قلنا من علاج الامساك وبتحسن النظر. اثبتت الطماطم ان هي بتحمي من النظر، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين او المعروف بدوره الكبير في تعزيز النظر وحمايه العين، المساعده على الوقاية كمان من الإصابة بالعشاء الليلي، وبتساعد على صحة الشعر ومنحه القوة واللمعان. فمميزة جدا والله، ليها فوائد كتيرة جدا احنا بنتعامل معاها يوميا، فبصراحة لا ليها فوائد كتير جدا جدا ما شاء الله. كمان بتحمي الكلى، وجد مؤخرا دور للطماطم في منع الإصابة بحصى الكلى والمرارة، التخفيف من التهابات المفاصل، لأن الطماطم بتحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بأنها مضادات للالتهابات وخاصة التهابات المفاصل والروماتيزم. بجد كفاية عليها قوي كده، في كتير قوي يعني يا جماعة، ليها فوائد كبيرة جدا جدا. كنا زمان وإحنا صغيرين كانوا أهالينا لما بيعملوا بقى عصير الطماطم لأي طبيخ والكلام ده كله، كان لازم يصبوا لنا عصير الطماطم في كوبايات وعليه معلقة عسل أو معلقة سكر وعصرة ليمونة، ويدهم لنا نشربه عشان لو حد عنده أنيميا ولا حاجة. فكانوا بيهتموا بالحاجات اللي احنا أعتقد بطلنا نديها لأولادنا، فعايزين نرجع تاني بقى الطماطم ناكلها مع الجبنة فريش، غير اننا طبعا بندخلها في الاكلات او الوصفات اللي هي بتطبخ، ناكلها فريش دايما مع بقى فطار والعشاء، نشربها عصير مع العسل والليمون، فالدنيا هتبقى زي الفل جدا. يا رب يكون المعلومات افادتكم. عايز اقول لكم شكل الطماطم اصلا مبهر قوي. نيجي بقى نقول بقى ايه، تيجي نقول نزرعها ازاي الطماطم. زي ما انتم شايفين القصيص اللي موجود قدامكم قصيص مش كبير قوي، تمام، حجمه صغير، فينفع جدا ان انا احطه في البلكونه. ده كده مزروع عندنا في البيت، يعني طريقه زراعته سهله جدا بطريقتين. تقدري تجيبي الطماطم اصلا شتله صغيره من المشتل، عادي جدا تشتري شتله طماطم من المشتل. طبعا هو بيديها لك في قصيص صغير فانت تنقليها او تخليه ينقلها لك في قصيص اكبر شويه عشان تاخد راحتها زي ما بنقول.
وتتحط في مكان مشمس هاوي، يعني في البلكونة، على السطح، في المدخل، العمارة بره يعني، علشان يطولها الشمس يوميا، وكمان يبقى الهواء متجدد عليها، وتسقيها يوم بعد يوم علشان تاخدي منها ناتج كويس جدا. تمام، دي طريقة للزراعة، ودي أسهل طريقة طبعا إن احنا نروح نشتري الشتلة. أما احنا في البيت ممكن بقى لما يكون عندنا طماطمية كده، الطماطم بتاعتنا اي نوع طماطم انت بتحبيه، سواء طماطم شاري، طماطم بلح، طماطم بلدي، اللي انت عايزه تزرعيها، عجبتك طعمها مسكره ولذيذه، فخلاص النوعيه دي عجباكي، هاتيها بقى. ابداي قطعيها شرايح، تمام، الشرايح اللي في النص اللي بيبقى فيها البذور نفسها هناخدها، وفي تربه كده اسمها بيتموس، دي بتبقى موجوده عند المشاتل، هنجيب منها ونبتدي نحط في قصيص مثلا مربع كده، واحط شويه من التربه دي، وابتدي احط على ابعاد كده شرايح الطماطم اللي بالبذور، وبعدين اغطيها بحوالي 3 سم كده من التربه دي تاني، اللي هي تربه البيتموس، واحطهم وابتدي اسقيها بالراحه برشاش كده يوميا، لغايه ما تبتدي تطلع معايا نبته ويبقى فيه جذور. هبتدي اخدها بقى بالراحه خالص، وابتدي اشتلها، يعني انقلها في قصيص بقى اكبر وعلى ابعاد، ما ينفعش يبقى كذا زرعه طالعين جنب بعض، لانهم طبعا مش هينفعوا وهيبقوا ضعاف جدا ومش هينتجوا طماطم. فبنبتدي ناخد الشتلات الصغننه اللي عملت جذور وعملت اوراق، ناخدهم كده بالراحه، ونبتدي نعمل قصيص اكبر يكون معمول بقى من الطين مع الرمله، وابتدي افحر له واحط الشتله واغطي الجدر بتاعها، وعلى ابعاد احط بقى كده، وابتدي اسقيهم في اول اسبوعين كده كل يوم، عشان يبتدي الجذور تثبت وتبتدي تشتغل في البيئه الجديده بتاعتها، وبعدين هتلاقيها بتطلع طماطم وزي الفل. سهله الموضوع والله خالص جدا، وعلى فكره شكلهم يعني كل يوم في الجنينه اطلع ابص عليهم كده وعلى جمالهم وادخل تاني. طب ما نعجن، يلا بسرعه نعمل عجينتنا ونطلع الفاصل. طيب، عندنا فطاير لذيذه جدا، فطاير الطماطم بالجبنه، كلنا بنعشق الجبنه مع الطماطم، النهارده هنعمل العيش والطماطم والجبنه كله مع بعضه. طيب، مقادير الفطاير بتاعتنا النهارده هتكون 2.5 كوباية من الدقيق المنخول، يكون مخصص للمخبوزات، ابيض بيضه والصفار هنحتاجه، معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الخل، كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح. دي كده مقادير العجينة، عجينة سهلة وبسيطة ومكوناتها عندك في البيت. أما الحشوة بتاعتنا النهاردة فهتكون طماطم، أيا كان بقى، طماطم شيري، طماطم متقطعة مكعبات، معلقتين كبار من الزعتر، نص كوباية جبنة شيدر على موتزاريلا، وبس كده، يعني مقادير بسيطة. ممكن كمان نحط جبنة بيضة لو عندنا، اللي متاح نقدر نوفره نشتغل بيه. والدهن وش الفطاير هنحتاج صفار البيضة اللي احنا حجزناه، ومعلقتين كبار من الحليب، ممكن كمان للوش نحط سمسم حبة البركة زي ما احنا عايزين. تعالوا بينا يلا نحط الدقيق المنخول، بسم الله الرحمن الرحيم، واضف له السكر والبيكنج باودر، الخميرة، بقينا كلنا شاطرين وعارفين ان الخميرة لو لسه جديدة عليا اول مرة استخدمها فانا بعمل لها اختبار، واحط كمان ملح، هقلبهم مع بعض. نضيف بقى الخل وبياض البيضه، وابتدي احط الميه الدافيه تدريجيا حبه بحبه لغايه ما العجينه تلم. يلا بينا،
بعد ما العجينه خلاص تتجمع معايا ونعجنها 5 دقايق، اخر حاجه بنحطها هي مكعب الزبده او معلقه الزبده، ونكمل عجن كمان لمده 5 دقايق تانيين، يبقى الاجمالي مش اقل من 10 دقايق، لو زودتي يبقى احسن، هتاخدي نتيجه حلوه جدا. هطلع انا فاصل واكمل عجن في الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. خلصنا خلاص وعجننا العجينه، كل ما اتعجنت اكتر كل ما تاخدي نتيجه مميزه جدا. بصوا بقى العجينه عامله ازاي، تحفه ما شاء الله. العجينه اتعجنت وبقت زي ما انتم شايفين كده عجينه مطاطيه، تمام، وناعمه خالص. بصوا ناعمه ازاي، مطاطيه كده وبتمط معانا، ودي ميزه العجن الكتير علشان تخلي معانا العجينه او المخبوزات بتاعتنا اللي احنا هنخبزها هشه وطريه وما تفرولش مننا بسهوله. دي دايما بتبقى الشكوى العامه ان العجينه بتفرول بعد ما تبرد على طول، كانها مخبوزه بقالها يومين ثلاثه. انا هنزل بقى العجان من هنا علشان ننور الدنيا كده، وادي العجينه ما شاء الله لا قوه الا بالله، خطيره. اقدر بقى ان انا احطها دلوقتي في طبق، والطبق ده يكون مدهون دهنه خفيفه بالزيت، واغطيها علشان تخمر ويتضاعف حجمها، ابدا اشتغل فيها. بعد ما يخمر ويتضاعف حجمها بنعمل ايه؟ بكورها كور متساويه وارصها في صاج على ابعاد من بعض، ما ينفعش يكونوا لازقين في بعض لانها كل كوره هتكبر ويتضاعف حجمها وتعلى معانا اهو بالشكل ده، تمام، وخمرت وزي الفل. يبقى بنعجن بنشكل كور، والكور بنحطها على ابعاد مش لازقه في بعض، تمام، عشان تخمر ونسيبها تخمر. هي كده خمرت والدنيا تمام. تعالوا نجهز لها بقى الحشوه. بداية كده الحشوة بتاعتنا هتبقى عبارة عن شوية جبن، أي جبن عندك في البيت، عندك جبنة بيضة، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، تشيدر، أي نوع جبنة تعملي كمان بينهم ميكس هتبقى حلوة قوي. أنا أحط كده الشيدر والموتزاريلا، عندنا شوية زعتر بقى، كنا اتكلمنا عن الزعتر وفوائده وزرعناه في البيت وقلنا سهل جدا انك انت تزرعيه، يبقى متوفر عندك على طول في البيت فريش. كده انا خلصت خلاص، تعالوا بينا بقى نمسك كل واحدة من الفطاير نبتدي نعمل من جوه كده ايه، قاعدة، يعني ننزل النص ونسيب الحروف عالية زي ما هي بالشكل ده. تاني يبقى بنزل اللي في النص علشان يعمل لي ايه، طبق كده احط فيه الحشوه. زي الفل. زي ما انتم شايفين كده العجينه ايه، خمرانه. انا يعتبر بفرغ التخمير اللي في النص ويبقى اللي على الحروف بس. هبتدي احشيها بقى، وبرده مش هدخلها الفرن على طول، هسيبها 10 دقايق كمان وبعدين اروح مدخلها الفرن، تمام. يبقى كده خلاص شكلنا عندنا الفطاير بتاعتنا. احط في النص بقى الحشوه اللي هي عباره عن ميكس جبن مع الزعتر،
وادوس كده على الحشوه بتاعتي عشان تثبت. كل ما كانت الجبنه ليها طعم كل ما الفطاير في الاخر هيطلع طعمها حلو جدا. عشان كده بقول لك لو عندك مثلا جبنه براميلي اي نوع بتحبيه فيه نسبه ملح هيبقى حلو جدا في الوصفه دي مع الموتزاريلا، هتديها طعم حلو قوي. لو وقع مننا جبنه كده بنحاول نشيلها علشان بتسيح بقى وتلزق ويبقى نظافتها رخمه شويه. ما تنسوش ان احنا معانا كفته داوود باشا على النار بتستوي في الصوص بتاعها. واخر واحده كده خلاص حشينا فطيرنا اللذيذه. طماطم بقى النجمه معانا النهارده، هنحط كده عشان تبقى طعمها كمان حلو والشكل الفطاير يبقى لذيذ كده. والله عندنا زيتون كمان ممكن نحط، عايز تحطي برضو فلفل مفيش مانع. احبك كتير. ايدي فرطه. انا كنت مخليه بقى شويه زعتر كده، يعني عايزه اخلي الوش يبقى فيه كده الوان. دي دايت اصلا. بالظبط. لو اكلنا واحده محدش هيحس بحاجه. كده خلاص عملنا الفطاير بتاعتنا وبقت جاهزه، فاضل بقى الوش بتاعها. الطرف اللي احنا سايبينه ده محتاج ان هو يدهن كده ويتحط له شويه سمسم حبه البركه فيبقى شكله حلو وطعمه كمان حلو قوي. تعالوا بينا بقى نجيب كده طبق. فين دخلتوا لي طبق قلتوا لي؟ تمام يلا بينا. صفار البيضه اللي حجزناه من العجينه مع معلقتين من الحليب ونضربهم كويس وبفرشه علشان نبدا نلمع الفطاير قبل ما ندخلها الفرن. قبل ما ادخل الفرن لازم يكون الفرن نفسه شغال وسخن جدا. احنا عندنا هنا شويه فطاير جاهزين برضو عايزه ادهنهم عشان ندخل على طول. لازم الفرن يكون سخن جدا وعلى اعلى درجه حراره، فطايرنا صغيره ومش محتاجه تقعد وقت كبير عشان ما تنشفش. فتعالوا بينا بقى ايه ناخد كده ندهن الاحرف وبالراحه بقى عشان يفضل التخمير موجود. الفطاير دي لذيذه بقى، فطار عشاء والله غدا تمشي. جوعنا بالليل مش عارفين ناكل ايه، عايزين نشرب كوبايه شاي وعايزين ناخد جنبيها حاجه، فمفيش احلى من كده. جربوها هتعجبكم جدا، ولو عملتي منها كميه تقدري تحفظيها في الفريزر طبعا عشان ما تقعديش كل يوم تخبزي، فهتبقى موجوده عندك تنفع على طول اي وقت كده نطلع منها. الحشوات تقدري تبدليها على حسب راحتك وعلى حسب المتاح عندك في البيت. العجينه ينفع نستخدمها في حشوه الحلو والحادق كمان. بندي كده رشة سمسم وبعدين حبة البركة. ومعانا روان. ألو. ألو. أيوة مساء الفل، ازيك يا روان؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. كله تمام يا حبيبتي؟ طبعا الحمد لله. منوراني. عايزة اسألك عن المكرونة البشاميل. حاضر يا روحي. حاضر، في اقبال على المكرونة البشاميل اليومين دول. نعملها؟ نعملها. حاضر، عينينا ليكي. نورتينا يا روان. لو عندنا وقت نقولها واحنا شغالين كده. انا دهنت الصاج. لا انا محتاجه ان انا ادخل بس ده. تمام.
انا ما كنتش عايز ادخله غير لما اقول لكم هندخله ازاي. فرننا شغال على اعلى درجه حراره تمام وسخن، لازم يكون سخن، قاعد الفرن شغال ربع ساعه كده على الفاضي علشان يسخن معانا كويس جدا. ونقرب بقى الرف الوسطاني ده لاقرب حاجه تحت، وندخل الفطاير تستوي. مش هتقعد 7-8 دقايق بالكتير وهتلاقيها عايزه تطلع طالما الفرن سخن جدا وعلى اعلى درجه حراره. نقفل ونكمل دهان الوش لباقي الفطاير عشان تبقى جاهزه ان هي تخش الفرن على طول. اعتقد ولا اسهل من كده، سهله ولذيذه وشكلها كمان حلو قوي. حابين تطلعوا فاصل يا جماعه؟ يلا بينا، يلا نطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. شكلها تحفه ولسه ما كملتش. كنا عملنا داوود باشا بالفراخ وغرفنا منها شويه تمام، اهو حطيناهم في الطبق وقدمناهم كده مع رز بشعريه شويه مخلل بقى، والدنيا هتبقى خطيره. او السلطه اللي احنا هنعملها كمان. باقي بقى الكفته قلت اعملها لكم بالمكرونه. يلا هنا الكفته خلاص الدنيا تمام واستوت وزي الفل. وادي المكرونه سلقاها تلتين سوا بس، مش عايزين نسلقها وقت كبير، عايزينها تبقى لسه كده فيها حته نيه علشان يبقى في امكانيه ان هي تمتص بقى من الصوص الجميل ده فيطلع طعمها بقى خطير. نقلب بقى كده ونسيبها تكمل تسويتها اللي هم حوالي 3-4 دقايق مع الكفته والصوص بتاعها. يا خبر على الجمال يا جماعه، عايز اقول لكم الريحه بجد وهميه. هنسيب المكرونه بالظبط بالظبط 3 دقايق تكمل تسويتها وبعدين نقدمها. في التوقيت ده تعالوا نعمل مع بعض سلطه حلوه قوي. كنت عايزه اوريكم كمان الفطاير لما طلعت من الفرن، شايفين شكلها جميل قد ايه. وحطينا صاج تاني يستوي، ما بتقعدش في الفرن وقت كبير وبتطلع زي ما شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بينا يلا نعمل السلطه. سلطتنا النهارده مكوناتها لذيذه جدا، مكونات بسيطه بس الطعم خطير. عندنا 3 من الطماطم متقطعين مكعبات صغيره، بصلايه كده حمراء متقطعه برده مكعبات صغيره. عندنا بقى فاصوليا بيضه اللي هي الفاصوليا الناشفه مسلوقه، يعني حطي بقى كوبايه، حطي نص كوبايه، حطي الكميه اللي انت عايزاها. هنحتاج خضره اللي هي شبت، بقدونس، كزبره مفرومين. عايزين كمان 2 معلقة كبار من عصير الليمون، 4 معالق كبار من زيت الزيتون، 1 كبيرة من العسل الابيض، ونص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره كمون، ملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم ان السلطه دي في حد ذاتها كده وجبه متكامله ولذيذه جدا. تعالوا بينا بقى نشتغل. بدايه كده هحط بقى عندي هنا كزبره خضراء، بقدونس، راعي بقى ان كله يبقى مفروم ناعم، وادي الشبت، عندي البصل الاحمر متقطع صغير، والطماطم، وادي الفاصوليا. خلطه من الخضار خطير والالوان زاهيه وجميله جدا. عندنا برطمان صغنن هنا اعمل فيه الدريسنج ده. طيب تسلم ايدك يا ريهام. بصوا كده شايفين الالوان، ريحه السلطه حلوه قوي قوي. حب الناس لا يقدر بالالماس. يلا بينا ننزل بقى السلطه بتاعتنا. خلاص هي اتعملت السلطه، فاضل بس الدريسنج او التتبيله بتاعتها اللي هتخلي بقى الطعم حكايه. زي ما انتم شايفين كده
مغذيه جدا، حلوه قوي، ما تقلقيش من البصل فيها، هتاكلي كميه بقدونس وشبت وكزبره يضيعوا اي ريحه غير مرغوب فيها. فبصوا حلوه قوي قوي زي الفل. تعالوا بينا بقى نعمل الدريسنج بتاع السلطه. كان عندنا في المكونات عصير ليمون، ده اساسي علشان مليان فيتامين سي اللي هيساعدنا بقى ان احنا ناخد كل الفوائد اللي موجوده في الخضار بتاعنا. زيت زيتون، عندنا بابريكا، كمون عشان الفاصوليا، الفاصوليا والبقوليات عامه من الحاجات اللي ممكن لا قدر الله تسبب الانتفاخات، علشان كده هنراعي ان احنا نحط الكمون وملح وفلفل. واجري ابص على المكرونه، ما شاء الله خطيره يا جماعه. بينا بقى نشيل الكلام ده كله علشان نغرفه ونقدمه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم تتخيلوا كده المكرونه دي طعمها عامل ازاي، متشربه وواخده من الطعم بتاع الفراخ، مستويه في الصوص بتاعها، فالطعم بتاعها بيبقى خطير. نظبط طبقنا. ونشوف بقى كده عندنا بقدونس، كزبره، اي حاجه خضراء كده هتدي شكل وتدي كمان طعم حلو قوي، خطيره بجد، ريحتها حلوه قوي. وادي البقدونس، بس كده احنا قلنا نحط المكرونه قدام احسن، صح؟ يلا بينا. السلطة هنا ونكمل الدريسنج بتاع السلطة. احنا كنا حاطين الليمون، زيت الزيتون، والفرن يا دوبك يطلع. برافو عليك يا ريهام، صح صح شاطرين. بصوا الجمال بقى، خطيرة الفطاير، شكلها خطيرة. نكمل الدريسنج زي ما قلنا، كنا حاطين عصير الليمون، زيت الزيتون، وهنحط كمان العسل والملح والفلفل والبابريكا والكمون علشان ناخد بقى فوائد كل حاجه حطيناها في السلطه. نقفل كويس ونرج كويس. ده كده التتبيله بتاعه سلطتنا النهارده اللي هتدينا طعم وريحه كمان حلوه قوي قوي للسلطه، وفايده اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالف هنا وشفا، خطيره يا جماعه. عايزين بقى نرفع الفطاير بتاعتنا عشان نقدمها. ده اللي برد، يلا. ايه الجمال ده، بصوا مين بقى، بصوا الجمال، بصوا بقى الطراوه، بصوا قد ايه هشه. تعالوا نفتحها، بصوا ما شاء الله، الله الله، تحفه جدا جدا. بصوا العجينه قد ايه من جوه هشه، ما شاء الله بجد خطيره. تسلم والله العظيم يا استاذ احمد. يلا بينا بقى ايه نقدمهم. الافضل طبعا ان احنا نسيب الفطاير تبرد على الصاج علشان نقدر ان احنا نشيلها بسهوله، زي ما انتم شايفين كده اول ما تطلع من الفرن سخنه بيبقى لازقه شويه. هاخد الصاج التاني.
زي ما قلت لكم ده علشان لسه سخن، بس بصوا من ورا مش محروق مش ملسوع ولا حاجه، بس هو عشان سخن بيبقى ماسك شويه. نقدم دول كمان، وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى تكون حلقتنا عن الطماطم عجبتكم، استفدتوا منها ولو معلومه صغيره. هستنى بقى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. وارجع واقول لكم احنا عملنا ايه تاني مع بعض النهارده. النهارده احنا اتكلمنا عن الطماطم، اتكلمنا عن الطماطم النهارده، فوائدها وزراعتها، واستخدمناها النهارده في كل وصفاتنا. عملنا بيها فطاير هايله جدا بالجبنه والزعتر، وعملنا بيها كفته داوود باشا بالفراخ، كمان عملنا بيها النهارده سلطه مميزه جدا بالفاصوليا، بجد تحفه. ان شاء الله تكون وصفات النهارده نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز تشوف الحلقة مرة تانية؟ اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.